الحمد لله خلصها نتاعنا كانت 400 وطلعها الراس المليون وضرقنا ظروف انا في مليون 200 الحمد لله والله رحمة ربي كنعانوا ما تقدش تخلص الدين ولا وذكر الحمد لله يا ربي والله لنا في نعم. نشكر سيد الرئيس على هذه المبادرة ونشكر جمعية الأداس تاعنا تاع الأعمال اللي رافقونا ووقفوا معنا على كل حال. نشكر أولا السلطات الجزائرية والحكومة الجزائرية على الإعانة والنظر بصفة نوعا ما خاصة لهذه الشريحة اللي هي ربما كانت مهمشة. كان ربما المبلغ زهيد يبلغ حوالي 3000 دينار او 4000 دينار انسان ممكن يجيب لها حتى مثلا قابسه تاع دو ما يجيبها لهاش هذا مبلغ زهيد واليوم الحمد لله كانت نشكر الناس اللي ساهمت في هذا الشيء تندرج هذه الزياده ضمن حمايه الاشخاص المعوقين وترقيتهم ومساعدتهم على الادماج اجتماعيا ومهنيا.